لا 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 هاي هاي اهلا اهلا بالشباب. لا 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 بنزورك. لا بنزوري اهلا. لا 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 شباك عم تراوس انت شوفي نحن على طول ان دايما ان هاي اهلا هاي حضرتك الضابط؟ ايه طبعا شو شايف حضرتك يعني؟ طب مش بيقولوا انه الشرطه بخدمه السعد؟ نعم اوكي فيكم تساعدونا وكلا شيء؟ ايه طبعا اذا عندك مشكله بنحل لك اياها. قول فظيع شو الضابط هذا؟ واو واو كثير حمس هي سالي بدي اقول لك تفضل معلش انتوا عم توقفوا عالم وكل شيء؟ نعم نوقف عالم وكل شيء طبعا عن جد؟ اذا واحد عامل شيء يعني انتوا اجمالا بتوقفوا المجرم؟ ايه نعم بنوقف المجرم يعني قصدي بتمسكوا نعم سوري انه بتمسكوا المجرم بقوة؟ ايه بنمسكه بقوة للمجرم وبتنيمه؟ نعم بالحبس وكل شيء؟ ايه اذا بده يضطر نحطه بالحبس بننامه بالحبس ليه هلا؟ اوكي اوكي بتكمسه نعم بتكمسه للحرامي يعني هيك بتكمسه دغري؟ يا خيي ايه اذا عامل شيء بنكمشه وبنحطه بالحبس وبننامه شو في هلا؟ لكن جينا على محل المناسب ايه شو عم بدي اقول لك شيء كم بس لحظه بس انه لا مش طيب شو في هلا؟ ليه عم تراقب شو في هلا؟ شو هلا؟ لا حبيبي بس عم بدق تليفوني ما انا حاطه للجراج هيدا وقته هيدا هلا حبيبه سالي سالي برجع بحكيك اوكي لان انا بالمخفر وكل شيء عندي شغل انا وي انت وياه روق شوي عندنا شغل كثير سوا انا اللي عندي شغل شو في هلا سالي بس بدنا نقول لك شيء وكل شيء انه اوكي انه شو صار لك وجدي؟ اجاني بسكال انه اوكي طفيه طيب وخلص حطه سايلن اوكي باردون خبروني شو في هلا بس الزابط لنكون بليز هيك كثير واضحين وكل شيء وصريحين نحن جايين نفوت لعندك لهون جايين عند تحطنا بالحبس نعم في مجال تحطنا بالحبس حطكم بالحبس في مجال نفوت على الحبس لعندك اذا عاملين شيء طبعا فوتكم على الحبس بس شو عاملين خبروني شو عاملين هيك بدنا نخبرك شو عاملين انه سوري يعني انه في هالقد خشبشين اجوا خبرك ما بفوت على الحبس بكون عامل شيء يعني عملوا شيء جريمه لقطوا شو سيري هذا يعني اذا واحد مش سارق ولا عامل شيء بتحطه هيك بالحبس لا طبعا شو طب نحن بليز حابين نفوت على الحبس هيدا حبس مش اوتيل شو بك انت وياه شو بكون شيء كيفك بفوت على الحبس بسرق له البري بسرق لا بس بسرق له الموبايل اذا سرقت لك الموبايل خلينا نفوت على الحبس طبعا وكل شيء وبقوه بقوه وجايبين اغراضنا معنا كلهم شو اغراض شو معنا جايبين كل اغراضنا نحن جاهزين وكل شيء شو هدول شو هذا؟ هذا صابون هذا صابون لشو جايبين صابون؟ هذا العده لحد ما هو بالحبس ما بيتحمموا كل الرجال مع بعض وهيك وماجدي جبنا الصابون حتى نكب الصابون كل شيء وكل الصابون جبنا كيس مشان انه بركي حكمتونا مؤبد مثلا عن جد يعني بدكم تفوتوا على الحبس؟ على الحبس بليز يلا تكرم عينك وعينه والصابونات جاهزين يلا هلا خليك بتعرف شو هلا اظن في مجال تحطنا بفرع الاختصاب لحظة خليك اختصاب يا عسكري مع الفيزاتيزية ومع الكاميرا مان تعال خذهم على الحبس تفضل لعندي في ناس بتفوتوا على الحبس هلا يلا واو فتنا يلا ثانكس مس زابت هيدا مع سابق الاصرار والترصد اوكي بتعرف الاخبار دخلت هيدي بدك تتعلمها تاخر العسكري لا يلا جاي على طريق احلى حبس رح فوتكم عليه عن جد؟ في كثير رجال؟ نعم شو في؟ رجال؟ وهول لا ما في رجال، ما حذرت، مش حبس رجال حبس شو؟ شو حبيبة؟ حبس النسوان آه طبعا ليش عم تشوفوا هيك؟ حبس رجال، انت حبس النسوان بدكم تفوتوا يلا دقيقة بس ليش عم تعمل هيك؟ شو قلنا بالعقارب نحن ما خصنا بالعقارب انتوا بدكم تفوتوا يلا يلا عجل تعال خذ حبس النسوان كثير قلبك قسوة ايه ايه يا ماما تعال نهرب